السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني ثانوي الزراعي جميع المجالات، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة النيل للتعليم الفني على العام الثاني على التوالي، في العام الثاني على التوالي بنبدأ معاكم وبنشتغل في منهج المواد الزراعية كلها. طبعا العام السابق لقى نجاح كبير جدا، وكانت قناة وليدة جديد، ولقينا أثرها اللي هو العائد على أبنائنا الطلاب وأثرها على المهتمين بالتعليم الزراعي والمهتمين بالمشاريع الزراعية، أثرها كبير جدا، وده من خلال التفاعلات على القناة والتفاعلات على اليوتيوب على موقع القناة، قناة مصر للتعليم الفني. طبعا كان عمل دؤوب من جنود مجهولين كانوا خلف الكاميرات. العمل ده كان بيترأسه سيادة الوزير، وكان نائب الوزير، وكان رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، مدير الإدارة العامة للتعليم الزراعي، والتوجيه العام المركزي. طبعا ما ننساش دور المنسق العام اللي هو كان بينسق في إلقاء الدروس على هذه القناة، وطبعا الإخراج والتصوير والإضاءة والإعداد، ده كله كان عمل دؤوب طلع لنا في الآخر خالص النجاح الكبير اللي احنا نجحناه السنة اللي فاتت. وإن شاء الله بنتكاتف كلنا زي خلية النحل بالظبط عشان يتواصل هذا النجاح ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. طبعا مادتنا النهاردة اللي هي نحل العسل ودودة القز. عندما هتكلم عن نحل العسل ودودة القز يبقى أنا كده مش جاي لك بمادة دراسية تدرسها وخلاص، أنا جاي لك بمشروعين من المشروعات الصغيرة اللي بتنادي بيها الدولة للنهوض بالمجتمع. أول حاجة نحل العسل. كلنا عارفين طبعا ان نحل العسل منتجاته كتيرة جدا بالنسبة للإنسان. أهمية نحل العسل مش للإنسان بس، أهمية نحل العسل بيبقى للنبات والإنسان. طبعا عشان أعرفك إيه هو تاريخ نحل العسل هتعرف في بداية المنهج إن شاء الله تاريخ تطور نحل العسل من أول القدماء المصريين. لقوا القدماء المصريين في المقابر بتاعتهم لقوا العسل اللي موجود من 5000 سنة لحد دلوقتي، وعسل صالح للاستخدام، عسل نحل صالح للاستخدام، وده كان بيقدم للآلهة وكان قربان للآلهة. تطور بعد كده نحل العسل سنة من 1850 ل 1950 من 1900، وكان ده اسمه عصر النحالة الذهبي، وده كله هتدرسه. انا هقول لك دلوقتي على ايه، على المنهج بتاعك اللي هتدرسه ان شاء الله طول السنة. وقبل ما هقول لك على المنهج لازم اعرفك المادة دي انت عاوز منها ايه. عاوز منها ان انت تنجح، يبقى هقول لك الدرجات بتاعة المادة دي، النحل العسل ودودة القز، درجاتها بالنسبة ليك انت 30 درجة. الفصل الدراسي الأول فيه 15 درجة، بيبقى 6 عملي و6 نظري و3 درجات بتبقى أعمال سنة. كذلك الفصل الدراسي الثاني بيبقى كده. طبعا أنا ما يهمنيش وانت المفروض ما يهمكش في المقام الأول ان انت تذاكر كلمتين وتحفظهم عشان تمتحن فيهم وتنجح فيهم، لا. أنا يهمني زي ما قلت لك في الأول خالص، أنا جاي لك بمشروعين من المشاريع الصغيرة اللي هي بتزود دخلك، اللي هو أول مشروع تربية نحل العسل. هتلاقي إنه هو تكلفته بسيطة جدا، ولكن العائد بتاعه اللي هيجيلك عائد كبير جدا. طبعا النحالة، عندما أقولك إن أنت تفهم في النحل وبتربي نحل يبقى أنا كده بقول إن أنت نحال. هو في كم نحال على مستوى العالم؟ في حوالي 6.5 مليون نحال على مستوى العالم. أنا أتمنى إن يكون أنت اللي بتسمعني يبقى 6.1 مليون، 6.5 مليون. ليه؟
عاوزك تتعلم دلوقتي، وبيتجه التعليم الفني دلوقتي، وبالاخص عند ما دخلوا منظومه الجدارات في بعض المدارس وان شاء الله هتعمم في باقي المدارس، عاوزك تستفيد من المواد الزراعيه، وانا هتكلم بقى عن مادتنا بس، تستفيد من ماده نحل العسل، ان انت تعمل مشروع صغير مش هيكلفك حاجه وهيديك انتاج كبير. طب ايه نحل العسل ده؟ نحل العسل ليه فايده، ايه فايدته؟ فايدته بالنسبه للنبات وبالنسبه للانسان. طب ايه أهمية نحل العسل بالنسبة للنبات؟ نحل العسل بالنسبة للنبات احنا عارفين في الاول خالص، وانت درست في سنة اولى ودرست في اعدادي وهتدرس ثاني السنة دي برضو، تلقيح النباتات الزراعية. بتعتمد تلقيح النباتات على النبات بينقسم في تلقيحه، إما تكون نباتات خلطية التلقيح أو نباتات ذاتية التلقيح. يعني إيه خلط التلقيح؟ خلط التلقيح يعني المتك والميسم اللي هو العضو الذكري والعضو المؤنث في الزهرة ما بيكونوش بقى كل عضو موجود على زهرة. طيب إيه اللي ينقل لي حبوب اللقاح من الزهرة المذكرة للزهرة المؤنثة؟ بتنقل بكذا حاجة، بكذا طريقة. أول حاجة بواسطة الحشرات. طب كل الحشرات، أغلب الحشرات الزائرة للزهرة نفسها بتدخل الزهرة دي وبتاخد حبوب اللقاح وبتنقله من الزهرة المذكرة للزهرة المؤنثة. 80% من النباتات والمحاصيل بتعتمد على التلقيح الخلطي، و 80% بيعتمد على التلقيح بالحشرات. طيب كل الحشرات زي بعض في تلقيحها؟ لا، اهم حشره عندي في التلقيح الخلطي وبتستخدم للتلقيح الخلطي وهي حشره نحل العسل. طب ليه؟ لحاجات كتير جدا هقولها لك في المنهج الدراسي بتاعنا ان شاء الله، بس لازم المعلومه دي تخليها في دماغك وتخليك عارفها. نحل العسل او الشغاله بتدخل الزهره المذكره، بتحمل بحبوب اللقاح وبتطلع من الزهرة المذكرة تروح على الزهرة المؤنثة، تروح حاطة فيها حبة اللقاح، حبوب اللقاح بتتحط في الميسم وبيتم التلقيح. عندما تم تلقيح بيتم إخصاب. طب هو معلومة ليك انت كده وهتدرسها ان شاء الله في مادة البيولوجي، مادة الأحياء وقاية النبات. طيب هو لازم التلقيح ولازم الإخصاب بيحدث اما يكون خلطي او ذاتي؟ لا، ده في اخصاب وفي تلقيح بكري اللي هو بدون تلقيح خالص، بتنتج ثمار بدون تلقيح خالص اللي هي الثمار اللي هي من غير بذور، وده مش موضوعنا احنا خالص، احنا موضوعنا نحل العسل. بس انا بقول لك ان كل المواد الزراعيه داخله على بعض، كل المواد الزراعيه عاوزك عندما تعرف معلومه هتلاقي ان كذا ماده فتحت قدامك والمعلومات لازم تعرفها كلها عشان تبقى أقل ما فيها مثقف زراعيا. يبقى شغال انت في النحل العسل وعارف النحلة دي طالعة رايحة تجيب حبوب لقاح، هتستعمل حبوب اللقاح دي في التغذية بتاعتها، وقبل ما تيجي لك للخلية وهي محملة بحبوب اللقاح بتدخل بتلقح أزهار مؤنثة تاني، بيتم التلقيح يبقى بيتم إخصاب، وتم الإخصاب يبقى طلعت الثمار. طيب طلعت الثمار يبقى النبات موجود. طب لو ما تمش تلقيح هيحصل إيه؟ لو ما تمش تلقيح يبقى مش هيبقى فيه إخصاب، مفيش نبات جديد، مفيش بذور طالعة، مفيش نبات جديد. يبقى الحيوان هيقدر يأكل؟ مش هيقدر يأكل. يبقى الإنسان هيقدر يأكل؟ مش هيقدر يأكل. في العالم أينشتاين قال إيه؟ قال إن لولا وجود النحل، طبعا مجازا الكلام ده يعني، قال ان لولا وجود النحل لفنت البشريه في خلال 4 سنوات، عندما يختفي النحل تفنى البشريه في خلال 4 سنوات. طب ليه؟ لاني زي ما قلت لك ان مفيش نحل يبقى مفيش تلقيح للنباتات، مفيش تلقيح للنباتات يبقى الحيوانات مش هتقدر تاكل، ما في الحيوانات مش موجوده طبعا ما اكلتش، يبقى الانسان مش هيلاقي اكل. يبقى شفت أهمية النحل بالنسبة للنبات إيه؟
طبعا. لا، وبالنسبة لتلقيح النحل للنباتات لقوا ان هو بيأثر تأثير كبير جدا وبيزود الانتاج لأعداد مضاعفة. يعني لقوا ان شجرة التفاح اللي لقحت بواسطة اللي أظهرها لقحت بواسطة النحل جابت 125 كيلو، اللي أظهرها لقحت بدون نحل بواسطة مثلا حشرات تانية جابت 9 كيلو. يبقى شوف الفرق ايه، 125 كيلو ل 9 كيلو. لقوا شجرة الكمثرى اللي هي جابت عند التلقيح بالنحل جابت 88 كيلو عند ما استخدموا النحل في تلقيح أزهارها. طب عند ما استخدموا حشرات تانية لقوا انها جابت 12 كيلو. يبقى شوف الفرق قد ايه. طيب لقوا ان البرقوق 38 كيلو عند التلقيح بالنحل و 13 كيلو او 18 كيلو عند التلقيح بدون النحل. لقوا الخوخ 47 كيلو عند التلقيح بالنحل، ولقوا انه عند ما استخدموا حشرات تاني للتلقيح لقوا انه جاب 18 كيلو. الملخص من الكلام ده كله ان انا بقول لك النحل مهم جدا في تلقيح النباتات والمحاصيل الزراعية. طيب ده بالنسبة للنبات. أهمية النحل بقى بالنسبة للإنسان إيه؟ طبعا من الوهلة الأولى عندما بقول لك النحل العسل يبقى على طول بتقول لي ده يبقى بيجيب عسل، ولكن أنا بقول لك ده بيجيب منتجات تاني غير العسل، منتجات لا تقل أهمية عن العسل. زي إيه؟ زي حبوب اللقاح اللي قلت لك عليها. حبوب اللقاح دي النحل بيستخدمها في أكله هو وبيخزنها جوه الخلية. طبعا معلومة أقولها لك، عشان النحل يطلع يجيب حبوب لقاح طبعا النحلة وزنها حوالي من 80 ل 90 ميلي جرام. عشان بتجيب الحمولة بتاعت حبوب اللقاح وهي جاية بتجيب حوالي 40 ميلي جرام، يبقى حوالي النص وزنها بيبقى مليان حبوب لقاح بتجيبه بتخزنه جوه الخلية. بتحتاجه في ايه جوه الخلية؟ بتحتاجه ان هي بتتغذى عليه هي والعسل. طيب العسل اللي هي بتجيبه ده من رحيق الأزهار بتجيب كام؟ العسل بتجيب حوالي 50 ميلي جرام من رحيق الأزهار اللي هي بتحوله لعسل. طبعا منتجات نحل العسل زي ما قلت لك عليها، عسل، حبوب لقاح، بروبوليس، غذاء ملكات، سم النحل. ايه سم النحل ده؟ سم النحل ده بيستخدم ليه؟ العلاج 90% من الأمراض. طيب هتكلم بعد كده، ادي دي في الصورة قدامك جاي لك منتجات نحل العسل، اذا كان العسل اللي هو ده، اذا كان الشمع، اذا كان حبوب اللقاح، دي كلها من منتجات نحل العسل. يبقى انت لما بتعمل مشروع نحل عسل يبقى ما بتعتمدش بس على ان اللي هو هيجي لك عسل بس. طب ايه هو العسل ده بقى؟ اهو العسل بكل الوانه، لان عسل مختلف الالوان. طيب تعريف العسل، عندما اجي اقول لك ايه هو العسل، العسل ده رحيق حلو المذاق بتجمعه الشغالات من الازهار، بتحول رحيق الازهار ده الى شراب ناضج داخل الاقراص الشمعيه. بيختلف مكونات العسل باختلاف نوع المصدر النباتي، بمعنى ان هتلاقي العسل مختلف الالوان، هتلاقي العسل مختلف الالوان. هتلاقي عسل الموالح لونه ذهبي فاتح، هتلاقي عسل البرسيم اغمق شويه، هتلاقي عسل القطن اغمق خالص، هتلاقي عسل الموز غامق جدا عامل زي العسل الاسود، هتلاقي عسل حبه البركه. يبقى كده مختلف الالوان، مختلف الالوان. طيب العسل ده بيتكون من ايه؟ بتكلم على تركيب العسل كيميائيا. العسل بيحتوي على سكر فركتوز 70% وجلوكوز، بيحتوي على مية 17%، بيحتوي على سكروز وديكسترين 10%. باقي مكونات العسل اللي قدامك بيبقى عبارة عن مواد معدنية، أحماض دهنية، أنزيمات، فيتامينات. يبقى ده تركيب العسل الكيماوي، تركيب العسل كيميائيا. طيب
يبقى انت لما تيجي تتكلم على العسل هتتكلم، هتبقى عارف العسل ده جاي من ايه، واذا كان في عسل لونه مختلف شوية عن العسل اللي انت متعود عليه ما تقولش ده العسل ده مش مظبوط، ما تقولش العسل ده وات فاسد، لا العسل ده مختلف الالوان حسب مصدر الرحيق اللي هو بيجيبه النحلة نفسها. طيب يبقى احنا كده عرفنا مقدمة على نحل العسل، عرفنا على ان نحل العسل من الاول من رباه اللي رباه القدماء المصريين، وبعد كده تنقلت التربية بتاعته، طبعا كان في خلايا طينية وبعد كده اتحولت في عصر النحالة الذهبي لخلايا خشبية لحد ما بقى الحال على ما هو عليه دلوقتي. طيب هنتكلم على، اتكلمنا على منتجات النحل، هنتكلم على الغرض من تربية النحل. انت بتربي النحل ليه؟ اول حاجة الغرض تربية النحل، اول حاجة الهواية. في ناس بتهوى ان هي تربي نحل العسل. تاني حاجة تلقيح المحاصيل، زي ما قلت لك فايدة نحل العسل لتلقيح المحاصيل الزراعية، يبقى لولا وجود النحل ما وجدت البشرية زي ما قال العالم مجازا يعني، لان النحل العسل هو اللي بيلقح المحاصيل الزراعية، هو بيستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية، المحاصيل الزراعية هي الانسان عايش عليها. تالت حاجة للبحث والدراسة، الابحاث اللي هي بتظهر لي دور النحل في المجتمع ودور النحل وتربية النحل والكلام كله اللي هيدرسه عن النحل ده كان عن طريق الأبحاث والدراسة بتاعتها، اللي هو ده غرض من أغراض تربية النحل. رابع حاجة اللي بكلمك عنها بقى اللي هي التجارة. التجارة يعني إيه؟ يعني إن أنت بتربي النحل لأغراض، غرض إن أنت بتحسن من دخلك يبقى ده للتجارة، غرض ان انت تبيع تنتج منتجات نحل العسل يبقى ده بالنسبة للتجارة. طيب هتكلم بعد كده على المنحل. طبعا النحل بيتحط في ايه؟ بيتحط في منحل. يبقى المنحل هو ايه؟ هو المكان المستديم اللي بيوضع عليه الخلايا. يبقى ده اللي انا بقوله لك ده كله هتدرسه ان شاء الله في خلال الفصل الدراسي الاول والتاني، يبقى في خلال سنة تانية ان شاء الله. اول حاجة بقول لك المنحل ده المكان المستديم اللي بتتحط فيه الخلايا. بعد كده هتلاقي الخلية ايه هي؟ قلت لك بيتحط في الخلايا، يبقى النحل بيقعد فين؟ بيقعد في خلية. الخلية هي ايه بقى؟ هي مسكن النحل. يبقى عندما اجي اقول لك ايه هي الخلية هتقول لي مسكن النحل. بعد كده ايه هو بقى النحل؟ النحل ده يعتبر طائفة بدون ملكة. يبقى الأسرة بتاعة النحل دي أنا بسميها ملك، بسميها طائفة. الأسرة بتاعة النحل بسميها إيه؟ بسميها طائفة. طب الطائفة بتتكون من إيه؟ الطائفة بتتكون من ملكة بتتكون من ملكة واحدة بس ومئات الذكور وآلاف الشغالات. يبقى تتكون طائفة نحل العسل من ملكة ومئات الذكور وآلاف الشغالات. يبقى بيجي بيقول لك ده فيه ملكتين أو ثلاثة في الخلية، تقول له لا أنا أعرف إن الطائفة الواحدة، الطائفة دي بتتحط في إيه؟ بتتحط في خلية. الخلية بتتحط فين؟ هنجيبها كده بالترتيب. يبقى منحل مكان مستديم بيوضع عليه الخلايا، خلية هي سكن النحل، النحل طائفة بدون ملكة، الطائفة ملكة ومئات الذكور وآلاف الشغالات. يبقى بتتكون من ملكة واحدة بس ومئات الذكور 600-700 ما بتزيدش عن كده، آلاف الشغالات بتوصل لموسم النشاط. وفي مصطلحات كده عاوزك في بداية العام ده، عاوزك المصطلحات اللي أنا أقولها أنت تبقى عارفها كويس. أقول لك في موسم النشاط، يبقى قصدي في موسم نشاط النحل. طب النحل بينشط على إيه؟ بينشط على إن لما تبقى فيه أزهار متفتحة خارج المنحل بتاعك، يبقى ده بسميه موسم نشاط اللي هو موسم الربيع، أزهار متفتحة، يبقى النحل بينشط، النحل بيطلع،
بيجيب رحيق ازهار وبيجيب حبوب لقاح وبيجيب بروبليس، طبعا من منتجات النحل اللي انا نسيت اقول لك عليها، بروبليس برضو. البروبليس دوت بيستخدم في اغراض طبيه كتير، وبيستخدم داخل الخليه لسد الشقوق والحاجات دي. يبقى الطائفه ملكه واحده بس، مئات الذكور الاف الشغالات. ده المنحل قدامك اهو، اللي انا بقول لك الارض اللي بيوضع عليه الخلايا، ودي هي الخليه. طيب اجي اتكلم بقى على طائفه نحل العسل. انا قلت لك الطائفه بتتكون من ايه؟ الطائفه بتتكون من ملكه ومئات الذكور والاف الشغالات. يبقى هي دي اسمها طائفه نحل العسل، او اسره النحل باللغه الدارجه بتاعتنا، او باللغه العاميه بتاعتنا. اسره الانسان بتتكون من ايه؟ بتتكون من اب وام وابناء. اسره النحل بتتكون من ايه؟ بتتكون من ملكه وشغالات وذكور. يبقى دي بسميها، مش ما بسميهاش اسره، بسميها طائفه. طيب ده شكل الملكه والشغاله والذكر. الشغاله هي اصغر افراد الطائفه، وهي كل العبء بتاع الخليه بيقع عليها، كل الشغل بتاع الخليه بيقع عليها، عشان كده سميت شغاله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ايه؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال اتخذي، ما قالش اتخذ، اتخذ. اتخذي يبقى هي دي الشغالة، هي اللي بتشتغل، هي اللي بتشتغل، هي بتطلع تجيب رحيق الأزهار، هي اللي بتطلع تجيب حبوب اللقاح. طبعا عشان تبقى عارف ان النحلة عشان تطلع تجيب، تجمع كيلو عسل بتزور حوالي 4 مليون زهرة. يبقى النحل اللي بيطلع ده، او كيلو العسل اللي قدامك ده اللي انت بتشوفه ده، جاي منين؟ جاي من 4 مليون زهرة، جاي من 4 مليون زهرة. واقول لك معلومة برضو اسرائيلية ليك انت عشان تعرفها، ان خط الاستواء طوله 80 ألف كيلو. النحل عشان يكون لك كيلو عسل واحد بس بيلف، يعني بيمشي مسافة وبيقطع مسافة من خارج الخلية لداخل الخلية 4 مرات من ضعف خط الاستواء، يبقى 320 ألف كيلو النحل بي 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 بيقطعها خارج الخلية عشان، وبيزور نباتات عشان يجيب لك او عشان يعمل لك كيلو عسل واحد. يبقى دي معلومات كده لازم تعرفها، وتعرف اهمية النحل، وتعرف ان النحل بيشتغل قد ايه وبيتعب قد ايه، عشان خاطر انت بتاخد بتمسك كيلو العسل كده مش عارف ده جاي ازاي. يبقى النحل بيزور حوالي 4 مليون زهرة عشان يعمل لك كيلو عسل واحد. طيب هتيجي بعد كده نتكلم على دورة حياة الأفراد. احنا قلنا أفراد نحل العسل ملكة وشغالة وشغالات وذكور. أولا تطور نحل العسل تطور كامل أو تطور تام، وده هتدرسه إن شاء الله في القسم البيولوجي. يعني إيه تطور كامل؟ يعني البيضة بينتج منها يرقة، اليرقة بتتحول إلى عذراء، العذراء تتحول إلى حشرة كاملة، وهي الحشرة الكاملة دي هي اللي أنا بشتغل عليها. يبقى هي شوفوا قدرة ربنا سبحانه وتعالى، الحشرة الكاملة دي اللي هي نحل العسل هي اللي بتجيب لك أشهى أنواع الأطعمة اللي هو العسل، اللي هو كان بيقدم قربان للآلهة في أيام الفراعنة. طيب الملكة دي دورة حياتها كام؟ طبعا في معلومة لازم تكون عارفها، ان يجي يقولك النحلة بتولد، لا، لازم انت طالب في الزراعة يبقى لازم تعرف ان النحلة بتبيض. طب ليه النحلة بتبيض؟ لان النحلة حشرة، والصفات العامة للحشرات ان هي تبيض ولا تلد، دي من الصفات العامة للحشرات. ومن الصفات العامة للحشرات ان هي بتحتوي على زوجين من الاجنحة، من الصفات العامة للحشرات ان هي بتحتوي على 3 أزواج من الأرجل. طبعا
طبعا في نحل العسل هتبص تلاقي الرجل الخلفيه، الرجلين اللي هو الزوج الخلفي من الارجل بتاعه النحله بيحتوي على في سله لحبوب اللقاح، بتجمع منه حبوب، بتجمع فيه حبوب اللقاح. الملكه دوره حياتها 15 يوم من اول ما تبقى بيضه لحد ما تطلع لك ملكه. البيضه بتاخد لها في الاول خالص 3 ايام، وبعد كده بتفقس بيطلع منها يرقه، اليرقه تتحول الى عذراء، العذراء تتحول الى حشره كامله. الذكر دوره حياته 24 يوم. الشغاله اللي هي المهمه عندي بقى اللي هقول لك عليها دي، دوره حياتها 21 يوم. يبقى دي دوره حياه الافراد، ودي هتدرسها ان شاء الله بالتفصيل، بس انا بستعرض معاك المنهج اللي هتدرسه في السنة تانية إن شاء الله. طيب مجموعات النحل بقى، إذا اتكلمت على مجموعات النحل، النحل ده كل واحد؟ لا مش كل واحد. أول مجموعة من مجموعة النحل هو مجموعة النحل الانفرادي. مجموعة النحل الانفرادي اللي هو بيكون موجود في الجبال، بيكون موجود في الجبال وعلى قمم وعلى الأشجار نفسها. في مجموعة النحل شبه الاجتماعي، في مجموعة النحل الاجتماعي. مجموعة النحل الاجتماعي ده بقى هو اللي هي هدرسه أنا. مجموعة النحل الاجتماعي بيتكون من نحل عسل غير مستأنس اللي هو الجبلي اللي هو ما بيربهوش الإنسان، طبعا ده غير مستأنس. نحل عسل مستأنس اللي هو بيربيه الإنسان، والنحل المستأنس ده بيكون موجود منه النحل الشرقي والنحل الأوروبي، أو بيسمى برضو الغربي أو بيسمى العالمي اللي هو فيه الكورنيولي وفيه الإيطالي وفيه المصري. يبقى هو ده النحل اللي أنا بربيه. طبعا هاجي أتكلم بقى، قلت لك النحل هو موجود. طيب أنواع الخلايا بقى اللي النحل هيعيش فيه، في نوعين من الخلايا. أول حاجة خلية أو الخلايا البلدية اللي هي بتصنع من الطين وبتبقى بتاخد شكل هرمي كده، ودي هتدرسها بالتفصيل إن شاء الله. وفي عندي الخلايا الخشبية اللي هي الحديثة اللي هي اكتشفها أو صممها العالم لانجستروس في عصر النحالة الذهبي اللي كلمتك عنه في الأول خالص. يبقى عندما أجي أقول لك نحل العسل، كل النحل مرتبط ببعض. يبقى دينا دخلنا على الخلية الخشبية، قلت لك في الأول خالص في تاريخ تطور النحالة في لانجستروس عمل الخلية الخشبية، أدينا رجعنا لها تاني. يبقى دي الخلية الخشبية اللي هي لانجستروس اللي هي أنا بربي فيها النحل دلوقت. طيب الخلية الخشبية ولا الخلية الطينية الأحسن؟ دي ليها استعمال ودي ليها استعمال. يبقى أيام القدماء المصريين كان بيربى في خلايا طينية، كان انتاجه للعسل كان قليل. او دلوقتي كمان اللي عنده، في ناس مقتنيه الخلايا الطينيه لحد دلوقتي انتاجها للعسل بيبقى قليل، انتاج الخلايا الخشبيه الحديثه بيبقى انتاجها للعسل كبير. طيب انتاج العسل بالنسبه للخليه الطينيه بيكون حوالي 3 كيلو في الموسم، الخليه الخشبيه بيكون انتاجها حوالي 20 كيلو أو 25 كيلو في الموسم. يبقى أنه إنتاجها أكتر، يبقى الخلية الخشبية إنتاجها أكتر. طب إيه فايدة الخلية الطينية؟ الخلية الطينية هي المصدر الرئيسي للشمع في مصر، يبقى إنتاجها للشمع بيبقى أكبر. طب هي الخلية الطينية بتنتج عسل قليل ليه يا مستر؟ الخلية الطينية ما فيهاش براويش شمع بحطها، الخلية الخشبية فيها براويش شمع بحطها، ما على النحل ان هو يجيب رحيق الازهار ويعمله عسل ويدخله جوه العيون السداسيه اللي هي في اللي هي براويز الشمع. طب الخليه الطينيه، الخليه الطينيه النحل بيستهلك وقت كبير جدا 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 لعمل اقراص الشمعيه عشان يبدا يحط فيها العسل. يبقى على ما بيعمل الاقراص الشمعيه بيبقى الموسم نصه عدى، موسم النشاط. موسم النشاط يعني ايه؟ موسم تفتح الازهار. يبقى خلينا في المصطلحات دي عارفينها كويس. ولقوا ان المجهود اللي بياخده النحل لعمل كيلو شمع واحد هو نفس المجهود اللي بياخده
عشان يعمل 15 كيلو عسل. يبقى شوف قد ايه، يبقى مين اللي هينتقل؟ يبقى انا بحط في الخليه الخشبيه براويز الشمع زي ما هي، ما على النحل ان هو يجيب رحيق الازهار ويعمله عسل ويحطه فيه البراويز الشمعيه. اما الخليه البلديه بتبقى فاضيه من جوه، النحل بيعمل الاقراص الشمعيه داخل الخليه دي، فبياخد وقت كبير جدا. وعشان يعمل زي ما قلت لك كيلو شمع واحد، هو نفس المجهود اللي هيعمل فيه 15 كيلو عسل. طيب هتكلم بعد كده على وانت شغال في المنحل في ملابس انت بتلبسها، وده هتعرفه ان شاء الله. ايه هي الملابس اللي انت هتلبسها وانت شغال في المنحل؟ اول حاجة القناع اللي هو بتلبس فيه على الوجه، بعد كده القفاز اللي هو الجوانتي، بعد كده الافارول. يبقى انت كده حميت نفسك من اي لدغ للنحل، مع ان بعد كده هقول لك لدغ النحل ده مهم جدا ومفيد جدا وبيعالج كثير جدا من الامراض، ولكن باسلوب معين. ما يجيلكش اي واحد كده يقول لك انا عندي مرض كذا، عندي مثلا برد، عاوزك تعالجني بالنحل، تروح جايبه في المنحل وتخلي النحل يلسعه. لا، ده بطريقه معينه، وده علم كبير جدا اسمه علم لدغ النحل او سميه النحل او السم بتاع النحل اللي بيطلع ازاي بتعالج بيه الامراض. ادوات الفحص بقى اللي انت بتستخدمها ايه؟ يعني ايه فحص؟ فحص يعني كشف. يبقى في مصطلحات برضو لازم تعرفها. فحص يعني كشف، انت بتفحص المنحل بتاعك، يعني بتكشف على المنحل بتاعك. ادوات الفحص ايه؟ ادوات الفحص بيبقى المدخن. المدخن ده بتدخن بيه على النحل عشان خاطر يهدي النحل شوية. الدخان بيهدي النحل، بس طبعا المستر بتاعك واثناء التدريب في المنحل المستر هيقول لك ما تدخنش كتير على النحل عشان الملكة ما تتضرش. هو بس تدخينة كده بسيطة على باب الخلية وتدخينة على قمة الأقراص، يبقى النحل بيحس بالهدوء وبتقدر ان انت تفحص براحتك. بعد كده في العتلة. العتلة دي اللي بتفك بيها الأقراص الشمعية اللي هي موجودة في الخلية نفسها، لأن الأقراص دي ممكن تكون لازقة ببعض، ما بتقدرش انت تعمل حركات تخبط على الخلية، لازم بيبقى بهدوء. يبقى بالعتلة دي يدوب بتفتح بين الأقراص عشان خاطر تطلع قرص الشمع وتفحصه وتكشف عليه. بعد كده الفرشاة. الفرشاة دي بتمسك البرواز اللي انت طلعته وبتنفض النحل بفرشة ناعمة عشان خاطر ما تضرش الملكة لو كانت موجودة على برواز، لان لو ضرت الملكة يبقى كده الخلية بتاعتك تعتبر عاوزة شغل جامد، ما فيهاش ملكة، يبقى لازم تجيب ملكة او تربي ملكة او النحل، وده هتدرسه ان شاء الله في سنة تالتة السنة الجاية بإذن الله. يبقى الملكة هي ام النحل، لو الملكة مش موجودة اعرف ان الخلية بتاعتك مش موجودة. النحل ليه لغة مع بعض؟ بيتكلم مع بعض؟ ليه لغة. ايه لغة النحل بقى؟ ده برضو هتدرسه ان شاء الله السنة دي. لغة النحل اول حاجة لغة الرقص. لغة ايه يا مستر؟ لغة الرقص. النحل بيرقص؟ النحل بيرقص. الرقص ده اما يكون دائري او رقص اهتزازي. يبقى لغة الإنسان المتعارف عليها اللي هو الكلام، الإشارة. طيب لغة النحل أول لغة لغة الرقص. الرقص ده إما إن هو يكون رقص دائري أو رقص اهتزازي. بيستخدمه إمتى الرقص ده؟ بيستخدمه عندما بيطلع نحل كشاف من الخلية، بيشوف فيه رحيق أزهار بره ولا مفيش، وبيرجع للخلية عشان يعرفهم مكان رحيق الأزهار اللي موجود بره فين، عشان يطلع النحل على المكان على طول على رحيق الأزهار يجيبه. يبقى ده بيستخدم فيه رقص دائري أو رقص اهتزازي. إمتى رقص دائري أو رقص اهتزازي؟ ده هتعرفه إن شاء الله في عندما نيجي نتكلم على لغة النحل. لو كانت المسافة 50 متر أو أكتر من 50 متر، يبقى إمتى رقص دائري أو رقص اهتزازي. طيب في لغة تاني؟
في لغه تاني اللي هي اللغه الكيماويه. اللغه الكيماويه دي عباره عن فيرمون بيفرزه النحل. الفيرمون اللي بيفرزه النحل ده هي ماده ما يشمهاش الا نفس النوع من الكائن الحي، يبقى بيفرزها الكائن الحي عشان يشمها نفس النوع من الكائن الحي. الفيرمون ده مين اللي بيفرزه؟ كل افراد النحل اذا كانت الشغالات او الملكه بيفرزوا هذا الفيرمون، وكل فيرمون غير التاني. دي لازم تفهمها ولازم تعرفها. يعني الملكه لما تيجي تفرز الفيرمون بتاعها بتفرزه لغرض، اول حاجه بتعرف النحل بالملكه بتاعتهم، يبقى ده فيرمون الملكه. يبقى الملكه ليها وظيفتين، وهتعرف انت الوظائف والاعمال بتاعه افراد الطائفه. الملكه ليها وظيفتين، اول وظيفه وضع البيض، يبقى ما فيش حد بيبيض في الطائفه الا الملكه، ولكن في حاجات تانية ممكن اي ممكن الشغالات تبيض، ولكن بيبقى في يبقى كده في حاجه مش مظبوطه حصلت عندك في الخليه، الملكه مش موجوده. طيب ما تخلي الشغاله تبيض، ايه المشكله لو الشغاله باضت؟ مش الشغاله انثى؟ الشغاله انثى وحقها الطبيعي ان هي تبيض، ولكن الملكه لما تيجي تبيض بتبيض نوعين من البيض، اول حاجه بيض ملقح، تاني حاجه بيض غير ملقح. طب البيض الملقح والبيض الغير ملقح بيفقسوا؟ يتم فقس البيض الملقح والبيض الغير ملقح. البيض الملقح بينتج عنه شغالات وملكات، يبقى ينتج منه ايه؟ اناث. البيض الغير ملقح بينتج منه ذكور. وانا قلت لك مين اللي شغال في الخليه؟ اللي شغال في الخليه الاناث اللي هي الشغاله. يبقى لو انتج لي البيض الغير ملقح ده هينتج ايه؟ هينتج ذكور بس. يبقى لو الشغاله انتجت بيض هينتج بيض غير ملقح. طب ليه ما تنتجش بيض غير ملقح؟ لان هي لا تلقح، الملكه بس التي تلقح في الخليه. يبقى اللي موجود حيوانات منويه فين؟ موجود داخل الملكه بس. اما الشغالات ما لقحتش، يبقى البيض اللي هينتج عنها ايه؟ يبقى البيض اللي هينتج عنها بيض غير ملقح. هيطلع منه ايه؟ ايوه خليك صاحي معايا، هيطلع منه ذكور. يبقى انا قلت لك لو الشغال لو الخليه نفسها عدد الشغالات اللي فيها 30,000 شغاله او 40,000 شغاله، وكل شغاله انتجت بيضه واحده بس، هتبقى غير ملقحه. يبقى هيبقى في كام ذكر موجود في الخليه؟ هيبقى في 40,000 ذكر موجود في الخليه. يبقى ملوش عمل، مش هيطلع ولا يجيب لك رحيق ازهار ولا يجيب لك حبوب لقاح ولا يجيب لك اي حاجه من ده كله. وظيفه الذكر تلقيح الملكه العذراء بس، وبعد كده خلاص وبيقعد ملوش شغل تاني. يبقى الملكه عندما تبقى عارفه، الملكه ربنا اوحى ليهم يا جماعه، ربنا اوحى للنحل. عندما الملكه بتبقى عارفه ان ممكن الشغالات تبيض، الشغاله ليها مبيض وممكن يتفتح وينزل منه بيض، فبتعمل ايه؟ بتنتج ماده، الماده دي هي فيرمون الملكه. الفيرمون ده بيقفل مبيض الشغاله، يبقى ما بيخليش بيض ينزل منه. يبقى دي وظيفه من وظائف الملكه. الملكه ليها وظيفتين، قلنا وضع البيض وانتاج ماده الملكه. ماده الملكه دي بتقفل مبيض الشغاله، يبقى دي هي لغه كيميائيه. لغات النحل قلت لك لغه كيميائيه، اللغه الكيميائيه اللي هي بتفرزها بتعرف الشغالات، بتقول لهم اوعوا يا شغالات تبيضوا، ده بالامر. ما تبيضوش ازاي؟ لا، ده بتقفل لهم المبيض بتاعهم. بتقفل لهم المبيض بتاعهم بايه؟ بفرمون الملكه ده. يبقى دي لغه كيميائيه. طيب الشغالات بيطلع منها لغه كيميائيه؟ بيطلع من الشغالات لغه كيميائيه. بيطلع منها فرمون؟ بيطلع فرمون، ولكن كل فرمون بيطلع بيبقى مختص بحاجه معينه. يبقى لما بيبقى فيه هجوم على من نحله على انسان او على حيوان جاي بيفتح الخليه بتاعته، بتروح النحله دي بتلدغ الانسان
وبتبص تلاقي ان 30 40 نحلاية جايين على نفس مكان اللدغة نفسها اللي هي لدغتها الشغالة الأولى. طب بتعرفها منين؟ بتعرف ازاي؟ بتفرز في هذا الوقت، تفرز فرمون، الفرمون ده بتقول فيه للشغالات انه تعالوا في عدو موجود عندي عند الخلية اهو. يبقى بيجوا على ريحة الفرمون، بيجوا على مكان اللسع نفسها ويفضلوا يلسعوا، مع ان هي بعد لسعة الانسان هتموت، تموت بعد 10 دقايق. يبقى ده الفرمون اللي عاوز اقول لك عليه، وهي اللغة الكيميائية. طيب في لغة تاني وهي لغة احداث الاصوات. يبقى دي ثالث لغة. اول لغة لغة الرقص، الرقص اما يكون دائري او اهتزازي. لغة كيميائية اللي هي الفرمون اللي بينتج من داخل الحشرة نفسها. ثالث حاجة لغة احداث الاصوات. بيحصل طنين للنحل كده، بيحصل صوت لو وقفت عند منحل، لو وقفت عند خلية بتقف، انت خلاص متمرن ومتمرس في النحالة وبأطلق عليك اسم نحال، بتقف عند الخلية تسمع صوت معين، تقول خلي بالك في الخلية دي هيحصل تطريد او حصل تطريد، في الخلية دي سرقة، سرقة يعني في نحل ما عندوش غذاء بيكون قوي ودخل على خلية ضعيفة بيكون فيها غذاء، بيدخل بيسرق النحل اللي فيها. بيحدث ساعتها طنين وصوت كده بيدل على ان في سرقة هتحدث في النحل ده، او في تطريد هيطلع، والتطريد ده ان النحل بيطلع بياخد الملكة بتاخد تلتين القوة بتاعة الخلية وبتطلع بره الخلية خالص. عشان كده بتبص تلاقي في كوم نحل كده او دايرة زي الكورة كده موجودة كلها نحل موجودة على شجرة، يبقى ده تطريد. بعد كده المهارات بقى اللي هتدرسها في خلال العام، في اكتر من مهارة، اللي هي المهارات العملية اللي هي بنهتم بيها والتعليم الفني بيهتم بيها دلوقتي عشان يطلع واحد طالب مش يعني يدوب ان هو بيعرف يحل في الامتحان وخلاص ونسي الحاجة. لا، اهم حاجة في منظومة الجدارات الجديدة ان انت تعرف المهارات اللي هي هتشتغلها في كل المواد. وبالنسبة للنحل اول مهارة عندي مهارة فحص الطوائف، ان انت تقف قدام الخلية وتفحصها، ان انت تعرف الغرض من الفحص ايه. اول غرض من الفحص وهو ان انت تطمئن على الملكة، ان انت تطمئن على سلامة افراد الطائفة، ان انت تعرف ان في الخلية دي غذاء ولا ما فيش، تعرف موجود امراض في الطائفة دي ولا مش موجود. وده كله من خلال دراستك لمنهج النحل السنة دي ان شاء الله هتعرف كل الكلام ده. تاني مهارة هتدرسها اللي هي مهارة التشتية. مهارة التشتية يعني ايه؟ يعني انت لما بيدخل البرد بتعمل ايه في البيت؟ تتغطى كويس، تقفل الشبابيك اللي هي جاية من الناحية البحرية اللي هتجيب لك هوا، تطلع البطاطين بقى عشان البرد جاي. يبقى هي دي التشتية اللي انت بتعملها. النحل بيحصل ليه تشتية؟ بيحصل تشتية. تشتية برضو بيحدث نفس الحاجات دي ولكن بتوسع شوية، وبيحصل تشتية في المنحل، تشتية للنحل، تشتية للخلية نفسها. هتدرس انت مهارة التشتية دي وهتعملها بنفسك. طب التشتية يبقى هنعملها في شهر كام؟ هنعملها في شهر 4؟ نعملها في شهر 5؟ ها رد معايا. قلت لك لما يجي البرد، يبقى التشتية دي هعملها في فصل الشتاء، يبقى التشتية دي هبدأ إجراءاتها من شهر 11. يبقى هبدأ إجراءات تشتية 11 12، بعمل تشتية للمنحل وبعمل تشتية للنحل وبعمل تشتية للخلايا. التشتية بتاعة المنحل ان انا برفع المظلات اللي هي موجودة على المنحل نفسه، بخلي الشمس تنزل على الخلايا، ان انا بضيق الباب بتاع الخلية عشان ما يدخلش هواء، ان انا بضم الاقراص، بطلع الاقراص الفاضية اللي موجودة في الطائفة نفسها. يبقى دي كلها اجراءات
تشتية بتعملها داخل المنحل. في مهارة بعد كده وهي مهارة التغذية، تغذية الطوائف. تغذية الطوائف إمتى بتقوم بتغذية الطوائف؟ بتقوم بتغذية الطوائف لو كان الغذاء موجود جوه الخلية قليل، في فصل الشتاء مثلا أو فصل الخريف الغذاء اللي موجود موجود قليل، ولازم النحل بتاعك يعيش عشان يكمل الموسم. يبقى بتعمل ايه؟ يبقى بتقدم له تغذية. التغذية ديت حاجتين، اما تغذية كربوهيدراتية او تغذية بروتينية. الانسان عشان ياكل، عشان يتناول الطعام وعشان يفيد الطعام دوت، لازم يكون اكله متوازن ومتنوع، يبقى بروتينات وفيتامينات وكربوهيدرات والكلام ده كله. يبقى ما ينفعش يعيش على الخضار طول عمره، ما ينفعش يعيش على اللحوم طول عمره. طب النحل كده؟ ايوه النحل كده بالظبط. برضو النحل بيتغذى تغذية كربوهيدراتية وتغذية بروتينية. التغذية الكربوهيدراتية اللي هي على رحيق الأزهار. النحل بيجيب رحيق الأزهار ده وبيعمله عسل ليه؟ عشان يتغذى عليه. هو اساسا ما بيجيبوش عشانك انت، عشان انت تطلع، عشان انت تاخده عسل، ده هو بيجيبه بيخزنه لنفسه. هي دي المواد الكربوهيدراتية. طب بيتغذى بس على العسل؟ لا، بيتغذى على حبوب اللقاح. حبوب اللقاح هي المواد البروتينية. يبقى بيخلط حبوب اللقاح مع العسل وبيكون لي بيكون لي حاجة اسمها خبز النحل. هو ده اللي بياكله النحل، هو اللي بيتغذى عليه النحل. فأنت بتفتح الخلية، لو لقيت ان التغذية قليلة في الخلية لازم تعرف ان التغذية ايه اللي قليلة، التغذية الكربوهيدراتية ولا التغذية البروتينية. لو التغذية الكربوهيدراتية يبقى انت بتعمل له محلول سكري بنسب معينة طول السنة مختلفة عن التانية، او لو التغذية بروتينية بيبقى بدائل حبوب اللقاح. طيب بعد كده في ضم الطوائف، في عندي تثبيت الأساسات الشمعية، هنتكلم على ده كله، وفي نقل النحل وإسكان الطرود. هتكلم بعد كده في العامل ده إن شاء الله على دودة القصد. دودة القصد دي هي دودة يرقة بتطلع لك أفضل أنواع الألبسة، أفضل أنواع الأقمشة اللي هو الحرير الطبيعي، وهتدرسه بالتفصيل إن شاء الله. وهنتكلم على الحرير وتعريف الحرير ايه هو وبينتج ازاي، وبعد كده هتكلم على دي شلة حرير طبيعي، دي الشرانك اللي بيطلع منها الحرير. طيب لو في حرير وفي دودة حرير يبقى لازم ان موجود اصناف توت، لان دودة القصد بتتغذى على ورق التوت، يبقى انا لازم اهيئ لها التغذية بتاعتها. ايه هي التغذية بتاعتها؟ ورق التوت. يبقى انا لازم اهتم بزراعة اشجار التوت. التوت ده فيه منه انواع هتدرسه ان شاء الله، في البلدي، في الرومي، الياباني، الهندي، ممكن يقعد عندك، ممكن تعمل كذا موسم لتربية دودة القز طوال العام. اتمنى ان انت تكون عرفت او خدت معلومة عن المادة بتاعتك اللي هتدرسها. مادة شيقة جدا، مادة ممتعة جدا. مشروعين قدمتهم لك من المشاريع الصغيرة بتهتم بيها البلد وبتحاول ان هي تزود دخلك، ولكن مش عاوزك برضو ان انت تذاكر المادة عشان تنجح فيها وخلاص، لا، انا عاوزك تذاكر المادة وتفهمها عمليا اكثر من نظريا، عمليا عشان خاطر تقتني انت مشروع زي ده بعد ما تتخرج ان شاء الله، او اثناء التعليم بتاعك ممكن تعمل مشروع زي ده بيدر عليك عائد كبير جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. الحلقة دي عاوزك طول السنة عاوزك ترجع لها وتشوف الكلام اللي انا قلته لك ده. ده احنا هندرس كذا، ده احنا هندرس مثلا مهارة التشتية، هندرس مهارة الفحص، هندرس مهارة كذا، ده صفات الملكة ايه، صفات الشغالات ايه، صفات الذكور ايه. كل الكلام اللي انا قلته لك دوت ده مدخل ل وحلقه تقديميه للمنهج اللي انت هتدرسه ان شاء الله. واتمنى
ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى ان انت تتابعنا على طول على قناة مصر للتعليم الفني وعلى الموقع القناة على اليوتيوب. وبشكركم وبتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله وبعيد عن الأمراض، وربنا يحوش عنا وعن مصر الأمراض والوباء يا رب إن شاء الله. أهم حاجة تهتم بدراستك، اعرف إن أنت داخل التعليم الزراعي ده عشان تتعلم مهنة هتنفعك إن شاء الله بعد ما تتخرج. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.